يبدو أن مسلسل المهاجم خوان كوادرادو لم يصل إلى نهايته بعد، حيث أن التقارير الإعلامية الأخيرة الصادرة من إيطاليا أكدت اقترابه من فريق برشلونة عقب العرض المغري الذي تقدم به مسؤولو نادي البلاوغرانا إلى إدارة فيورنتينا. الدولي الكولومبي لم يحسم وجهته النهائية بعد، خاصة عقب العودة القوية لفريق مانشستر يونايتد الذي يريد خطفه من البارسا في الأيام القليلة المقبلة، رغم الطلبات الخيالية لإدارة الفيولا التي اشترطت مقابل تسريحه قيمة 50 مليون يورو. للتذكير فإن إدارة مانشستر يونايتد قريبة جدا من حسم صفقة المدافع الألماني مات هوميلز لاعب بورسيا دورتموند.